بسم الله الرحمن الرحيم، هحاول اشرح لك البرنامج كله على السريع بعد تثبيت موضوع الايه الريبورت. في البداية خالص طبعا هعمل جنريت للداتا من الداتابيز عن طريق البوتون ده، تمام؟ زي ما شرحنا قبل كده، نضيف اي كورس في اي مكان، ماشي؟ نفرض مثلا نضيف كورس هنا سي اس 500، تمام؟ هقول له ابديت، هيقول لي ايه يس يو كان اديت، مفيش مشكلة خلاص، ويضيف الكورس فعلا عن طريق ايه، عن طريق الباك جراوند الاخضر ده، معناه ان هو يقدر يضيفه، مفيش اي مشكله خالص. حتى لو انا عملت جيت داتا يقدر يجيبه ايه نفس الكلام. طيب انا عملت ريد كونفليكت، اجرب هنا مثلا سي اس 100 سي اس 200 زي ما شرحنا قبل كده، فيهم ايه، فيهم كونفليكت، وعملت ابديت، هيقول لي ايه، هيقول لي ريد كونفليكت والكورس دوبليكيشن فور ذا سيم ستودنت، ما يقدرش يضيفه، تمام؟ واديني باك جراوند احمر بالشكل ده. لو عملت ابديت او جيت داتا فروم داتابيز، الاحظ ان هو ايه متسجلش، ايه متسجلش معايا. طيب تعالى نعمل سوفت كونفليكت سي اس 100 مثلا، نقول له هنا ايه سي اس 200، في عندنا تو في هنا ريد كونفليكت، في هنا يلو كونفليكت او سوفت ايه كونفليكت. لو عملت ابديت هيقول لي في عندي هنا سوفت كونفليكت بس ممكن يدوب في الداتابيز، تمام؟ لو انا عملت جيت داتا فروم داتابيز قدر فعلا ايه يضيف الايه الكورسين دول. طب ممكن ارجعهم تاني كده سي اس 500، طبعا مفيش في مشكلة بده. فعلا لو انا عملت له سي اس 500، لو انا عملت له ابديت هيتسجل عادي، يعني مفيش في اي ايه اي كونفليكت. والسي اس 200 نخلي مثلا ايه 600، اقول له ابديت، تمام؟ مفيش اي مشكلة، عملت ابديت فروم داتابيس، خلاص مفيش اي مشكله. يبقى احنا كده وضحنا الريد كونفليكت السوفت كونفليكت، وقدرت اضيف كورسات مفيش فيها اي مشاكل، مفيش فيها كونفليكت في الداتابيس، تمام؟ تاني حاجه بقى ايه، عدد الطلبه الموجودين في الكورس مثلا سي اس 400. سي اس 400 دي موجوده عندي، ممكن اطلع عدد الطلاب والانستراكتور الموجود هنا. سي اس 500 اقدر برضه نفس الكلام اعمل في السي اس كام، سي اس 500. سي اس 300 اقدر اعمل في ايه سي اس 300. طيب الحاجة التالتة اللي عايزين نشوفها الايه، موضوع الروم والسوبرفايزر. لو عملت كليك يمين هنا هيديني البريود الأولى، السوبرفايزر أقدر أضيف سوبرفايزر هنا مثلا يحيى، خلاص أقدر أضيف برضو ايه روم، تمام؟ مية نفس الكلام في أي مكان هنا، عايز أضيف هنا مثلا سوبرفايزر، أضيف سوبرفايزر في البريود ده مثلا جاسم، أضيف هنا في الروم ايه مثلا 102. يبقى البريود 1 عن طريق ايه، عن طريق الكولوم ده، البريود 2 بنضيفها عن طريق الكولوم ده. انا عملت كليك يمين هنا، تمام؟ هيقول لي البريود 2، اختار السوبرفايزر هنا مثلا ايه ناصر، كليك يمين اختار الروم مثلا ايه 103. فتعال نجرب هنا مثلا البريود 2 في المنطقه ديت، سوبرفايزر جاسم روم 103 كده. اضيف من خلال الكولوم ده، اضيف الايه البريود 1، من خلال الكولوم ده اقدر اضيف ايه، اضيف السوبرفايزر والروم بتاع ايه بتاع البريود 2. طيب تعالى نعمل برنت لايه للريبورت ونشوف شكله عامل ازاي. لو عملت برنت، عملت برنت كده وعملت يس، ابص عندي في الداتابيز، ابص عندي في الفولدر، هتلاقي عندي فايل اسمه ايه ريبورت. ابص الاول حط لي معظم ايه الداتا اللي انا محتاجها، طبعا حط لي الايام والاسابيع، حط لي كورسات البريود الاولى، كورسات البريود الثانيه، حط لي الروم بتاع البريد الاولى، تمام؟ يعني السي اس 100 مثلا موجوده في 101، والروم بتاع البريد الثاني مثلا سي اس 100 موجوده في ايه في الغرفه 100، تمام؟ ضاف لي السوبرفايزر بتاع البريد الاولى اهو مستر يحيى، وضاف لي السوبرفايزر بتاع مين، بتاع البريد الثاني اللي هو مين ايه مستر ايه جاسم، وده تقريبا كل ايه الايام، خلاص.